أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة. عن زهير إبراهيم جمال حفظه الله من الناصرة. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من كل يوم هو في أمر جديد. اللهم كله من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ادفع عنه ما لا يطيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليه بالشفاء العاجل. لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك العفو والعافية له في دينه ودنياه وأهله وماله. اللهم استر عوراته وآمن روعاته. اللهم آمن روعاته واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. وأعوذ بعظمتك اللهم أن يغتال من تحته.